دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الوزراء، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السادة رؤساء الجامعات، السادات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلاً بحضراتكم جميعاً في هذه المناسبة المتميزة والتي نحتفل فيها اليوم بتدشين جامعة بادية، أول جامعة في مدينة أكتوبر الجديدة، جامعة تمثل رؤية طموحة للمستقبل وتفتح آفاقاً جديدة للتعليم العالي في مصر، وكما تضع أيضاً حجر الأساس لبناء جيل من الشباب المثقف والمبدع والمواكب للعصر. اليوم نجتمع معاً لنشهد ميلاد هذا الصرح التعليمي الجديد الذي يعد بتقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين الابتكار والتفوق الأكاديمي وتهيئة الطلاب لسوق العمل العالمي، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين متميزين. بين الكلمات والصور تكتمل الرؤية، والآن ندعو حضراتكم لمشاهدة في المقاصير عن جامعة بادية يعكس الرؤية الطموحة نحو إنشاء هذا الصرح التعليمي الحديث وما تقدمه الجامعة من فرص وإمكانيات للطلاب لتكون بوابة لهم نحو المستقبل. تأسست شركة تعليم لخدمات الإدارة عام 2015 بغرض إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مصر، وأصبحت في فترة وجيزة من أكبر مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأول شركة متخصصة تدرك في البورصة المصرية عام 2021. ومنذ تأسيسها وضعت خطة لتكون لاعب رئيسي في تطوير قطاع التعليم العالي الخاص في مصر ومساهم فعال في تنمية الثروة البشرية لبناء طريق مهني ناجح بالشراكة مع عدد من أكبر وأنجح الجامعات المصرية والأوروبية والأمريكية. وتضم المجموعة التي تعمل بنظام المنصة كل من جامعة النهضة ببني سويف وجامعة بادية بمدينة أكتوبر الجديدة وجامعة ممفيس تحت الإنشاء. وجامعة بادية اللي تشرفونا اليوم بزيارتها وافتتاحها تأسست بالشراكة بين شركة بالم هيلز وشركة تعليم، وقد مر سنة على بدء إنشاء الجامعة، واليوم نستعد لافتتاح أول 5 كليات من أصل 7 مع بداية الفصل الدراسي الجديد. كلياتنا الجديدة من ضمنها كلية الطب التي تعتبر من أحدث كليات الطب في مصر بفضل الشراكة مع جامعة تكساس الفرع الطبي UTMB واللي بتغطي كل كليات الجامعة الطبية، مما يعزز من قوة جامعة بادية الأكاديمية والعلمية. وطلاب جامعة بادية هيكون عندهم فرص تدريب طبي وإكلينيكي بأعلى مستوى وبيغطي كافة التخصصات والحالات الطبية، وده من خلال المستشفيات المملوكة لمجموعة تعليم، وهي مستشفى جامعة بادية والنهضة التعليمي بساعة 210 سرير، ومستشفى تحت الإنشاء داخل جامعة بادية، بالإضافة لمجموعة المستشفيات المتعاقد معاها خصيصاً لتدريب الطلبة كمستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر ومستشفى القصر العيني، وكلية طب الأسنان التي تهدف لتخريج أطباء أسنان مؤهلين للعمل عالمياً، وكلية العلاج الطبيعي التي تقدم أحدث الأساليب في العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات التي ستزود الطلاب بأدوات لإدارة وتحليل البيانات الضخمة، وتخصصات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وكلية الإدارة والاقتصاد التطبيقي التي تجمع بين نظريات الإدارة والاقتصاد مع التطبيق العملي. وتقام جامعة بادية على مساحة 167 ألف متر مربع وستخدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، وستوفر الجامعة خدمات تعليمية رياضية وترفيهية لتوفير تجربة جامعية متكاملة وممتعة، بالإضافة إلى مسار تعليم وتدريب مهني بالشراكة مع أكبر المؤسسات الصناعية والخدمية لإعداد الطالب وتهيئته لمستقبله. بادية يونيفرسيتي، learn to live, live to learn.